موسيقار سعودي يقدم الكثير للفن السعودي، اشتهر بتلحين لعدد من الألحان الخالدة ومن أشهرها ليلة خميس. وضعنا جميع أجوبة القناة والأسئلة التي طرحتموها ضمن رابط تجدونه بالوصف، فتدخلون إلى الأسئلة تجدونها بهذا الشكل. أي سؤال تقومون بالضغط عليه لتظهر لكم الإجابة، وفضلا وليس أمرا الإعجاب بالفيديو إذا استفدتم منه واشتراك بالقناة إذا كانت هذه أول مرة تشاهدون فيها. فبعض المعلومات عن هذا الفنان: الجنسية سعودي، الديانة مسلم، تاريخ الميلاد 1933، تاريخ الوفاة 2002، العمر عند الوفاة 69 عاما، سبب الوفاة سرطان في المعدة، محل الوفاة جدة. مهنته ملحن موسيقي. من النجوم الذي تعامل معه محمد عبده وديع الصافي، أشهر ألحانه لحن يا موقد النار، ثم لحن حبيبي رد سلامي. تقلد منصب رئيسا لقسم البرامج الشعبية في الإذاعة السعودية، كذلك مستشار للإذاعة السعودية. طبعا هذا الشخص هو عمر كدرس.